أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إريتريا وترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة بين البلدين في شتى المجالات. جاء ذلك خلال استقباله رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي على هامش مشاركته في قمة دول جوار السودان المنعقدة في القاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تطرق إلى التباحث حول مستجدات الأوضاع في السودان وجهود دول جوار في تسوية الأزمة حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق، مشيرا إلى أنه تم التوافق في هذا الصدد على تعزيز التنسيق والتشاور المشترك تدعيما للأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه أعرب رئيس إريتريا عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة. أود أن أؤكد هنا أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي. إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية. وأشدد مرة أخرى على أن مصر لن تدخر جهداً للمساعدة لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام في ربوع هذا البلد الشقيق بالتعاون مع كل الأطراف الجارة والصديقة.